وللمزيد حول تصاعد زخم التظاهرات في العراق والناصرية تحديدا في ظل استمرار سياسة خطف الناشطين من قبل الميليشيات والقوات الأمنية، ينضم إلينا كاظم ماجد ناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوب في الناصرية. أهلا بك سيد كاظم. بداية، تظاهرة حاشدة في ساحة الحبوب للتأكيد على استمرار الثورة ومطالبها، كيف كانت الأجواء في ساحة الحبوب اليوم؟ تفضل. تحية طيبة لك ولقناتك ولمشاهديك الأعزاء. أهلا بك. ساحة الحبوبي اليوم شهدت تظاهرات كبيرة، حيث توافد الكثير من أبناء المحافظة ومن كل أنحاء المحافظة، من الأحياء البعيدة والقريبة ومن الأقضية والنواحي، حيث اكتظت هذه الساحة وازدحمت بحشود المتظاهرين، مما دعا القوات الأمنية إلى التراجع قليلا عن أماكنها بالقرب من ساحة الحبوبي. اليوم أحيا متظاهرو الناصرية الثورة التي راهن الكثير على إنهائها، بل أن متظاهرين حبوب هذا اليوم نزلوا بكثرة متحدين حالات التعذيب والخطف والتعذيب القسري وحالات الترهيب والتخويف للمتظاهرين في الفترة الأخيرة، وبعد اعتقالات من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لعدد من المتظاهرين، بدأت موجة جديدة من العبوات الناسفة في أبواب منازل المتظاهرين. وهناك تقريبا لا تمر الليلة حتى يتفجر بيت من بيوت المتظاهرين السلميين. سيد كاظم، يعني في هذا الإطار الذي تتحدث به، ألا يخشى ثوار تزايد حالات القمع التي تقودها الميليشيات والقوات الأمنية ضدهم وضد النشطاء؟ والسؤال هنا أيضا، ما الهدف من تزايد وتيرة القمع التي تقوم بها الميليشيات؟ تفضل. نحن نعلم جيدا بأن حالات القمع حاليا هي جاءت لإنهاء ثورة تشرين بهدف خلق أجواء هادئة لإجراء العملية الانتخابية لصالح هذه الأحزاب الشريكة في السلطة منذ 2003 وإلى هذا اليوم. ورغم ما يحصل في ساحة الحبوبي، فإن المتظاهرين يزدادون عزما بالمضي بقضيتهم رغم حالات الخطف والتعذيب وترويج لقوائم جديدة، وبعضها تبدو يعني كسيناريوهات تخويفية للمتظاهرين، المقصود منها ابقاء المتظاهر في حاله قلق وعدم وصوله الى ساحه الحبوبي. في الاجراءات القمعيه فان المتظاهرين يتزايدون بعد يوما بعد يوم. نحن بالحديث عن القمع، كيف علق الثوار من حولكم عن كشف الناشطه والمسعفه انتصار ناهي وقائع اختطافها، والتي أكدت فيها تعذيبها بالكهرباء واتهامها بالعمالة للسفارات كما تعلم؟ نعم سيدي، هذه التهمة جاهزة لنا نحن كمدنيين. كل من يخرج يطالب بحقوقه يسمونه جوكري وما إلى ذلك، من هو مدعوم من قطر والسعودية ومن إسرائيل وغيرها. نحن رأينا بأم عيننا هذه الناشطة المدنية التي قدمت في فترة ثورة تشرين من بدايتها وإلى حد اختطافها قدمت الكثير وأسعفت الكثيرين. رأينا التعذيب الواضح على وسائل يعني تعذيبية قمعية غير إنسانية وغير لائقة حتى بسمعة الإنسان. طيب، حوادث الاختطاف هذه التي لم تتوقف إلى الآن، كيف ترونها؟ إلى جانب كيف ترون رد فعل الثوار على اختطاف الناشطة زهراء فاضل مثلا؟ حاليا في الناصرية قبل قليل تظاهرة رفعت اسم هذه الناشطة الشجاعة، وقد أكدوا بعض المتظاهرين بأن الجميع ماضين على هذا الطريق رغم ما يحصل وما يتعرضون له من القمع والتعذيب، فإن هذه الأساليب لن تردعهم ولن تجعلهم أن يتركوا ساحة الحبوبي أو باقي الساحات ويذهبون إلى بيوتهم. هناك نقطة مهمة سأذكرها لك، في الناصرية حصلت تحديدا بعض المحتقلين الذي تم إطلاق سراحهم
أكدوا لنا طبعا وقد طلبوا منا عدم ذكر أسماءهم بأن هناك عمليات تعذيب تجري في الأجهزة الأمنية غير مقبولة. طبعا تعذيب يعني لا يحتمل، وحتى بعضهم قال أن التعذيب يجري على أجزاء غير أخلاقية في الجسم. نعم نعم. وهناك من ذكر من هؤلاء المعذبين بأنهم قد تم ترحيلهم إلى القاعدة، قاعدة الإمام علي، وأنتم تعرفونها في الناصرية، كانت مطار في زمن النظام السابق، يرسلونهم إلى هناك ويتم التحقيق معهم من أشخاص ذو لحى على شكل يعني يذكرون أنهم قد يكونون إيرانيين، يعني مثلا يقولون أنهم يشرفون على التحقيق، ومن ثم يأتون بقائمة يملؤونها هم بأيديهم هذه الجهات التي تقوم بالتحقيق، ثم يتلونها على المحتقل ويطلبون منه التوقيع عليها. نعم. وقع مثلا على أن تكون أنك مدعوم من إسرائيل أو من قطر أو من السعودية وما إلى ذلك. في سؤالي الأخير إليك لكسب الوقت، في سؤالي الأخير إليك سيد كاظم، يعني ما الغاية باعتقادكم من تزايد استهداف الناشطات من قبل الميليشيات في بلد يعلي من قيمة المرأة ويحرم المساس بها؟ لماذا يحصل ذلك؟ يا أخي لا توجد دولة لدينا، لا توجد شيء اسمه دولة أو ديمقراطية. نحن مجرد دولة بالاسم فقط وديمقراطية بالاسم، لا وجود للديمقراطية وللمدنية ولحقوق الإنسان في العراق. حتى في تلك الأنظمة الدكتاتورية وفي تلك الدول التي نستطيع أن نقول تعتمد الأنظمة الراديكالية المتخلفة، لا يوجد ما يوجد في العراق حاليا. أننا فوضى وحالة انفلات أمني وحالة لا دولة، لا توجد دولة ولا مؤسسات، بل هناك عصابات ومافيات هي من تدير الدولة حاليا. النشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من ساحة الحبوبي في الناصرية سيد كاظم ماجد، شكرا جزيلا لك.